اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في الظاهره نيوز، فقره الرياضه حاضره طبعا لهذا المساء، والحديث سيكون على رياضه الجودو وعلى البطوله الافريقيه المزمع اجراؤها في شهر نوفمبر القادم بحول الله بالمغرب. نتحدث ايضا عن اقصاء بطله الجزائر للجودو لاقل من 70 كيلوغرام قرجاج ساره من فريق اولمبي يسر. طبعا هذا هو كله حيكون محور حديثنا لنهار اليوم بحضور البطله، بحضور ساره قرجاج. ساره مساء الخير، مرحبا. مساء الخير، شكرا على تلبيتك. شكرا للاستضافه. مرحبا بك، يعطيك الصحه. وحضر معنا ايضا المدرب كاتم صادق، مدرب ساره، مدرب الاولمبيك يسر. مساء الخير صادق. مساء الخير، بارك الله فيكم على الاستضافه. مرحبا بك. بك وهلا. نشوف بزاف لي ميداي، ما يزعفنا يا اخي الدور علينا صار. لا ما يزعف انا. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه عليكم حاضرين معنا اليوم. طبعا اليوم فقره الظاهره اليوم خصصناها للحديث على الجودو، على اقصاء ساره، لانه الحدث هذا ربما صنع الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي، كان استياء كبير من شريحه كبيره حول اقصاء ساره. نبدا معك صادق ولا نبدا معها هي قبل؟ كما حبيت. انا مبدا نبدا بالمعنيه قبل باش نتكلم على الاسباب. على هل تواصلتي مع الاتحاديه؟ طبعا حتى نشرحوا للمشاهدين الكرام ايضا انه في كل صنف يتم اختيار الاول من الابطال، ابطال الجزائر في اختصاصه في رياضه الجودو. ساره قرجاج في اختصاصها اختصاص اقل من 70 كيلوغرام اخذت المرتبه الاولى كبطله الجزائر، وتم اختيار صاحبه المركز الثاني للمشاركه في المنافسه الافريقيه. هو هذا الامر مخالف للقانون. ساره، هل تواصلتي مع المدرب، مع الاتحاديه؟ تواصلت مع الاتحاديه ومع المدرب. نعم. ومع البريزيدون بريزيدون ليك بومرداس. كل واحد وش يهضر. المدرب يقول لا فيديراسيون تقول المدرب. اشاك فوا شنو هي الاسباب اللي قالوا لك عليها؟ لماذا استند المدرب والاتحاديه لاقصاء ساره؟ مازال ما عرفناش علاش راهم يقصوا فيا. واشاك ستاج كيكون ستاج ما نسمعش، ما يبعثوليش لي كونفوكاسيون. ستاج ملي بدات الشامبيون دالجيري، جوستمون الشامبيون دالجيري تربص لي دخلوا نسمع من لي زاتلات، توجور ندخل انا روتار. علاش؟ اسباب ما مجهوله. اسباب، هل لانه صادق كاتم المدرب، هل لانه الفريق اسمه اولمبيك يسر، ربما كفريق صغير؟ ممكن كفريق صغير لي حقروه. هذه نقول كلمه يحقروه. هما يحقروهم، احنا فريق صح. فريق جاي في منطقه في يسر، نقدروا نقولوا دشره، ولكن خرجت ابطال كبار. خرجت ابطال اكيد. ماشي غير ساره قرجاج. صح. كاين بزاف. كاين مداني، كاين بوعلوط، خرجت ابطال وكانت هي كما يقولوا تمول الفريق الوطني. وساره قرجاج واحده من هذو الابطال. مدرسه. اللي راهي كما يقولوا مقصات. وهي بطلة الجزائر، هي اللي لازم تستدعى الأولى، هي اللي تستدعى الأولى باش تشارك في هذا التربص. طيب أنت كوتش تواصلت مع المدرب الوطني دحماني أو مع الاتحادية؟ أنا ما تواصلتش مع المدرب، تواصلت مع الاتحادية. مع الاتحادية الجزائرية، مع رئيس طيب. الاتحادية اللي درت له ام بي في على واش كاين، على علاش راهم يقصيو هذه الرياضيه وعلاش راهم يقصيوها. بالعكس من المفروض يشجعوها، لانه من المفروض تعاني من مشاكل عديده ربما في الفريق، يعني امكانيات ناقصه، مكان تدريب ربما لا يليق بسمعه بطله افريقيه، بطله عربيه. ما عندي هنايا نشوف التتويجات اللي عندها، بسم الله ما شاء الله. يعني من المفروض انه هاد الرياضيين يلقاو تشجيع اكثر من الرياضيين اللي راهم عندهم كامل الامكانيات كما اللي في المجمع البترولي ولا في انديه اخرى. نعم. نورمالمون يتلقاو كما راك تقول انت، نورمالمون هادو اللي يتلقاو الامكانيات زياده. باسكو هادو راهم في منطقه معزوله، نقدروا نقولوا معزوله. من في البلديه ما كاش الامكانيات، القاعه اللي نديروا فيها نديروا تحت الحليه. ما عندناش امكانيات، لو كان تجي تشوف القاعه والبيساط هذاك اللي نديروا فيه. تقول ماشي منا اللي هم يخرجوا الابطال هذو، ولكن بالاراده تاع المدربين والمكتب والرياضيين يحبوا الرياضه هذه. ساره قرجاج راهي من سن 5 سنين هي تمارس رياضه الجودو. راهي بطله من نهار ملي بدات لا كومبيتيسيون، ملي بدات تشارك في لي كومبيتيسيون هي بطاله. اني نشوف انا ساره، خليني تهضر ساره على البطولات اللي خداتها، لاني نشوف
عندي حوالي هنا شحال راهي 12 ميداليه، خمسه بطله في البطوله العربيه، مركز اول، بطوله افريقيه، بطوله الوطنيه، يعني بسم الله ما شاء الله. القاب يتكلم على انجازات ساره قرجاج كبطل، يعني الخبره اللي خديتيها ولا كي تشوفي روحك هكذا بطله وعندك كامل هذه الالقاب، اكيد انه راح تغيدك كما نقولوا بالعاميه لا تشوف هذه الاقصى. بيان سور. بون، البطله البطوله الاولى اللي تحصلت عليها على المرتبه الثانيه في 2012 في مراكش، والبطوله العربيه 2013 المرتبه الثانيه، 2014 البطوله الافريقيه تحصلت على المرتبه الاولى، و2015 البطوله الافريقيه تحصلت على المرتبه الاولى، وشاركت في البطوله العالميه 2014 و2015. طيب احنا اليوم الاختيار العنوان جمل ام الدور، اختار رياضة الجيدو الكيل بمكيالين، انتقاء يعني رياضيين الكيل بمكيالين، هل كاين الكيل بمكيالين في هذا في الحالة تاع سارة؟ حنا كيما رانا نشوفوا على حسب الحالة هذه، كاين الكيل بمكيالين كيما راك تقول أنتايا، ما أنت هاي لا كنت أنتايا من الجزائر العاصمة ولا كنت من المجمع الرياضي، ساهل باش يتم اختيارك، ولا كنت من نادي صغير كيما نادي يسر، نادي مدينة يسر ماشي معروفة بالك على المستوى الوطني، هذا هو هي حقروك. حنا رانا نحسوا باللي رانا هذا الاتليت راهي محقورة محقورة، الاتحادية ما عطاتهاش حقها، والفريق الوطني كيف ما عطاهاش حقها، كيف وعلاش حتى يتم إقصائها؟ دائما في التربص الأول ما استدعوهاش، تسمعت من عند المصارعات اللي كانوا في زميلاتها، يعني زميلاتها في التربص، ودائما حتى يتم تدخل رئيس الرابطه اللي يتصل مع رئيس الاتحاديه باش تروح للستاج، هي يكون الستاج هذا ديجا عنده يومين من اللي بدا ولا ثلاث ايام، دائما تلتحق بهم روطار، ما تلحقش ما يعيقولهاش في الوقت المناسب، وستاج ثاني كيف وهذا كيف هذه المره تم اقصائها. طيب النادي تاعكم اولمبيك يسر كوتش، هل يعني مهيكل يعني عندكم وين تتلقاو مثلا استدعاءات، عندكم ما هذول ما عندناش ولكن هما قادرين يبعثوا الاستدعاء للرابطه. لا انا نشوف لك على حسبهم هما، لانه اكيد كيفاش كاين كيفاش يوصلوا عند صاله ويقولوا بلي راكي في عندهم الهاتف الشخصي تاعهم، كاين ايميل، كاين عده وسائل التواصل، لكن انا نقول لك يعني مع النادي، هل النادي راهو مهيكل؟ عندكم امكانيات؟ عندكم حنا النادي تاعنا ما راهش مهيكل، ما عندنا حتى لي موايا، راني نقول لك بساط فاش نونترينو ما عندناش، ما عندنا لا مكتب، ما عندنا لي سانيتير، عندنا الاراده، رانا نمشيو بالاراده تاعنا، لو كان ما نحبوش الرياضه هذه ما نقدروش نكملوا نحبسوا، جينا نحبوا الرياضه هذه وماذا بينا هذا الابطال ما يقصوهمش يعاونوهم. تواصلتم مع السلطات الوصيه تما بالك مع البلديه، ولا حتى تكون ربما في اعانات ماديه ولو كانت بسيطه، لكن نظن انه رياضه الجودو ماشي رياضه تاع كره القدم، تتطلب اموال كبيره، باش بلا اموال بلا امكانيات عندنا ساره قرجاج اليوم بطله. البلديه رانا عندنا دوك البطوله الوطنيه عندها قريب عام اللي خلاصت للان، لا المجلس البلدي حوس علينا ولا عيط لنا ولا استقبلنا ولا لا بالكلمة ولا لا ماديا ولا معنويا. نعم. ما عندنا حتى إعانة، ما عاونوها، ما كرموها. لا هي لا المدربين ولا حتى الفريق. للأسف بطلة اللي عندها أكثر من 13 14 تتويج وفي مدينة يسير، يعني ما كاش كما قلنا زعما الأبطال ما مش يخرجوا دائما وما مش يكونوا دائما، المفروض تكون سفيرة تاع مدينة سفيرة. يسر هي اللي تمثل السفيره. ساره كنت تحضري في التربصات ولا مادام رانا نقولوا كاين نوع من التهميش ان صح التعبير، هل تحسي هذاك النوع من التهميش في التربصات مع 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 المدرب ولا مع الاتحاديه ولا مع الممثلين تاع الاتحاديه ولا خاطر المصارعات ما نظنش زميلات كاع كيف؟ بون، العام اللي فات تحصلت على المرتبه الثانيه في البطوله الجزائريه. نعم. دخلت كامل لي ستاج، مام على بالي بلي مانيش رايحه، بصح دخلت لي ستاج، خدمت، مديت افون. هذا العام تحصلت على المرتبه الاولى باسكو هما عندهم قانون، المره اللي تتحصل على المرتبه الاولى في البطوله الجزائريه هي اللي تروح قانون. هذا العام 2020 تحصلت على المرتبه الاولى، كي خلصت الكومبيتيسيون عيطوا لي ستاج وما سمعتش ماشي من لا فيديراسيون، عيطوا لا ليك تاع بومرداس باش اتصلوا بيا.
كي دخل ستاج دايره اوبجيكتيف في راسي الشامبيون دافريك، داخله نبريباري للشامبيون دافريك. ستاج الاول عرفت بلي انا مانيش رايحه الشامبيون دافريك، علاه السبب ما على باليش لحد الان. شكون اللي قال لك بلي ماكش رايحه للبطوله الافريقيه؟ مدرب. مدرب هو اللي علمك؟ المدرب هو اللي علمني قال لي انت ماكش رايحه الشامبيون دافريك. يعني مزيان حماني. على اي اساس؟ على اساس قالنا شامبيون دافريك شامبيون دالجيري هذه نورمالمون ما تنداش، كانت لا ليست اندارت مقبل البطوله الجزائريه. كوتش كيفاش هذه ما تندارش والمفروض تندار هذا العام ما تندارش؟ على حسب يندارت. على حسب شوف ما نزيدوش نديروا البطوله الوطنيه. نقدروا نحسبوا تاع 2015. نعاودوا نحسبوا اللي تساعدنا احنا. لا نخيروا لي زات اللي نحبوا حنايا ونديوهم للبطوله الافريقيه. قال لك البطوله الجزائريه هذه تخدم من 2021، البطوله الجزائريه هذه اللي داروها تخدم من 2021، اسما انا خرجت شامبيون دالجيري هذا العام، اسما ما نروحش شامبيون دافريك حتى العام الجاي. بصح كاين قانون يقول انه ينص على انه البطل اللي يخرج في 2019 يروح ل 2021، مش منطقي ولا 2020 خرجت 2020 تدخل في 2021. هل كاين قانون زي الكوتش؟ كاين قانون كاين كريتير يمشوا عليه باللي البطل الجزائر هو اللي يروح يشارك في البطوله الافريقيه. طيب باش نسهلوا حتى المشاهدين باش يفهموا، اللي خرج الاول في السنه الفايطه هو اللي راح البطوله الافريقيه. هو اللي راح البطوله الافريقيه عندهم دوكا خمس سنين يمشوا على هذا القانون. اللي تحصل على المرتبة الأولى في البطولة الجزائرية هو اللي يروح البطولة الإفريقية. هذا هو المنطق هذا هو العادي. هي العام اللي فات كلاسات الدوزيام كانت في المرتبة الثانية، كانت تروح لستاج كيما راهي تقول لك، تروح دير ستاج. المهم راهي تطلع في المستوى تاعها، ما ريكلامات ما يحوسش تروح، مثلا من حقها باش تروح، راهي مرتبة أولى. علاش ما تعطيلهاش حقها باش تروح تشارك؟ من حقها باش تروح تشارك وتمثل الجزائر. طيب هل تواصلتوا مع وزارة الشباب والرياضة؟ هل كتبتم رسلتم للوزاره الوصيه؟ نعرفوا انه الوزيره المكلفه برياضه النخبه اليوم راهي سليمه سواكري، واحده من سفيره الجودو خليني نقول تاع الجزائري، واحده بطله كبيره وتعرف ربما المشاكل اللي كاين في رياضه الجودو، رسلتوها؟ لحد الان ما تواصلناش مع سليمه سواكري، ولكن تواصلت مع نور الدين موسوي اللي كان وزير سابق. هذاك تواصلنا معه. اللي كان مقبل اللي كان نور الدين مرسلي. نور الدين مرسلي واش قال لكم نور الدين مرسلي؟ نور الدين مرسلي قالنا دوك نشوف القضيه، ما قال يعني يدرس الملف قالنا ندرس الملف. ومن بعد جات هذه الجائحه تاع كورونا هي اللي حبست وقعت التغييرات. من بعد نعم. وقعت التغييرات، حبست الشامبيون هذا البطوله الافريقيه حبست. احنا قلنا بالك مور الجائحه هذه تبدلوا شويه العباد تكون شويه الرحمه في كاين في الجزائر الجديده من المفروض لا يظلم احد. لا يظلم احد. الشعار اللي راهو في الدوله في الجزائر الجديده الان انه لا يظلم احد ان شاء الله، ونعرفوا هنا في الوزاره الوصيه كاين ناس اكفاء وناس اللي عندهم ضمير، نعرف انه سليمه سواكري وحده اللي تحب تعاون الفتيات ولا الرياضيين بصفه عامه خاصه اللي جايين ربما من المناطق النائيه والمناطق اللي تلقى صعوبه، لانه انا اليوم كي نشوف بطله اللي تتدرب في ظروف صعبه واللي خرجت من ظروف صعبه خرجت بطله يعني من رحم المعاناه ولدت ساره قرجاج، من المفروض اليوم نشجعوا ساره قرجاج على حساب الرياضيين اللي عندهم امكانيات في المجمع البترولي ولا في الانديه الاخرى. ماشي نتكلم على المجمع البترولي كمجمع بترولي، ولكن كنادي ربما محترف اللي عنده رياضيين تاعو عندهم الامكانيات باش يكونوا في منصه التتويج في كل موسم. اليوم ساره المفروض راكي مثال للرياضيه المكافحه، ونعرفوا بالك ربما راكي تعاني وراكي راكي راكي في ربما الظروف ما تسمحلكش باش تكوني في كل مره متواجده في 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 في, في التربصات، ومع ذلك على حسب واش قالنا الكوتش تاعك اللي راه يشجع فيك على كل حال، انا نرفع له القبعه لانه راه واقف معك. انا بليك ساره خرجات بالرغم من المشاكل الكبيره اللي عندها الا انه دائما تبقى تكافح من اجل البقاء في في في, في رياضه الجودو. نعم. احشمتي هضري تكلمي. مشاكل عائليه. ما حبيتش هي راهي انا حسيت روحي محقوره. وش نقول؟ يعجز اللسان على لا ان شاء الله. اليوم كي جيتي معنا اليوم ناس على بالك اليوم يشوفوك اليوم من منبر هذا منبر الشروق، انه راح تكون فيها رده فعل، تكون فيها ربما استجابه لهذا النداء، لانه راكي في حقك والقانون يسمح لك باش تكوني في البطوله الافريقيه. هذا الا دارت، لانه هاد الناس الى بعد هذه الجائحه وبعد الازمه تاع الكورونا ما تخافش ربي، يعني هذا اليوم هذه بطله وراهي وحده يعني من جايه من منطقه نائيه والمفروض تستحق التشجيع، والظروف اللي تدرب فيها ماهيش ظروف تاع بطله افريقيه وبطله عربيه، من المفروض
انه السلطات ولا وزاره الشباب والرياضه ولا ما نعرف انا ربما حتى الممولين اللي عندكم في المنطقه تاع يسر وما يشوفوا في هذه الابطال، لانه هذو هما اللي يرفعوا رايه الجزائر. ان نشوف في كل مره نتكلم نقول انه كره القدم في الرياضه تاخذ الملايير ومع ذلك لا تقدم شيء للجزائر مقارنه بما يقدمه الابطال كما سرق الدجاج. لذلك احنا من هذا المنبر نناشد كل الاطراف ولا كل الجهات الوصيه باش تشوف الحاله، لانه اليوم سرق الدجاج بالك عينه، لانه كاين مئات كما سرق الدجاج اللي محكورين كما يقولوا بين قوسين، صار ما تزعفي ما والو، هذا صار في كامل الرياضات، وعلى بالي بلي كحقك حتى الدين ان شاء الله وراح تكوني حاضره في البطوله الافريقيه اذا اقيمت في نوفمبر ان شاء الله بالمغرب، وانا متاكد انه راح تكون فيه استجابه من سلطات الوصيه كذا حيشوفوا هذا المرور تاعك. كوتش تحب تدخل؟ انا حبيت نقول بلي ساره عندها ظروف، ديجا عندها ظروف عائليه، واحد اللي يعيش ظروف عائليه صعبه وتجي تدرب في الوقت وما تغيبش على التدريبات تاعها ودير كاع المجهود هذا باش تلحق وتولي بطله، ومن بعد تلحق مستوى وتولي بطله الجزائر وتقصى بهذه الطريقه، لا ان شاء الله توجع في القلب. لا ان شاء الله تدي حقها. ساره ما حاولتيش؟ انا نشوف عندك القاب كثير اكيد، ان ربما ما فكرتيش تخرجي من فريق يسر تروحي لنادي كبير جي اس بي وجامعه الدولي؟ من الفريق يسر ولايه بومرداس سنيت عامين في الفريق بودواو، ورحت للفريق تاع باب حسن قعدت عامين. نعم. عاودت وليت ما ساعدتنيش باب حسن باسكو بعيده على الدار، ما نطول باش نروح للدار ولي مويا ما كاش. صح. عاودت وليت ليسر. فريق يسر. فريق يسر انا نقول مصباحنا فريق صغير، مازلنا دقيقه فقط كوتش، انا مصباح نقول فريق صغير لكن قدم ابطال عديد الابطال لرياضه الجودو ولرياضات اخرى، عندكم بزاف لي شامبيون. علاش نقولوا فريق صغير؟ صح نقولوا هو نقولوا فريق صغير بارابور ويستحق تمويل ويستحق. صح هو نقولوا فريق صغير بارابور كما نقولوا مولوديه الجزائر. نعم عندنا بارابور لهم احنا فريق صغير. صح عندكم ابطال ولكن عندنا ابطال. عندنا ابطال في كل الاوزان وفي كل الاصناف، عندنا ابطال كاين كما قلت لك، كان عندنا مدني اول بطل عالمي في البطوله المدرسيه. نعم كان اول بطل عالمي من مدينه يسر. من المفروض تكون التفاته لهذا الفريق لانه قدم من أبطال. المفروض الوقت يداهمنا، انا وكما دابيا نزيدوا نتكلموا اكثر ونزيدوا نوضحوا اكثر، لانه قضيه راهي باينه يعني ما تستحقش. عندك 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 الحق في المشاركه في البطوله الافريقيه. صارت لنا كلمه اخيره قبل ما نختموا. حبيتكم نشكركم قناه الشروق على الاستضافه. مرحبا. ونشكر المدرب تاعي باسكو بلا به ما رانيش في النيفو هذا. والحمد لله وان شاء الله يدوا كما يقولوا بعين الاعتبار. وانا نشكر الكوتش كاتم صادق اللي وقف معك بكل صراحه، لانه مثال افضل مثال لمربي رياضي وافضل مثال لمدرب يوقف مع الرياضيه وخرجت بطله، لانه هذا الانجاز يحسب لك كوتش. بارك الله فيك. يعطيك الصحه، عطينا كلمه اخيره. بارك الله فيك. انا ان شاء الله ان شاء الله تكون الاستجابه. ان شاء الله ان شاء الله تكون الاستجابه ويتنحى المشكله تاع الاقصاءات هذه. نعم صح. كل واحد يدي حقه. اللي عنده حق يديه، ما نقصيوش الناس. واحد يتعب اعطي له حقه. ماذا بينا تكون جزائر جديده حقيقيه. نعم. ماذا بينا نعيشوها ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. نتمنى كل خير. ان شاء الله. نتمنى كل خير وانا نستنى تعطوني رد وتقولوا لي تفرحوني ببشرى باللي صار. ان شاء الله. ان شاء الله يكون الخير. ان شاء الله. ونزيد نشكر ثاني رئيس الرابطه اللي عاوننا بزاف في هذا الموضوع هذا. ونطلب ثاني من السلطات المحليه باش تعاوننا. باش تعاوننا ورانا نعانيو بزاف، ماذا بينا يعاونونا. ان شاء الله. ونشكرك على الاستضافه. ان شاء الله. بارك الله فيك. يعطيكم الصحه. يعطيك الصحه كوتش. شكرا مره اخرى ساره. بارك الله فيك. نتمنى لك كل خير. نتمنى لك القاب اخرى، ميداليات اخرى باش نفدوهم بالكابو. ما تجيش هكذا. يعطيكم الصحه. شكرا جزيلا لكم. شكرا موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على كرم الاصغاء والمتابعه بهذه بساره قرجاج ببطله جيدو. نختم الظاهره نيوز لهذا المساء. نلتقي غدا بحول الله. الى اللقاء.